على كل حال احنا عايزين نستكمل برضو بقيه تصنيف الفرق. خلينا نروح للمستوى الثالث بقى اللي بيضم هنا فرق منها سيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري ومواطنه شبيبه القبائل الجزائري والهلال السوداني. ونفس الامر برضو لو رحنا يعني الاربع فرق كمان ليها حضور مميز طبعا في البطوله. واخيرا كان المستوى الرابع لانديه القطن الكاميروني والمريخ السوداني وفايبرز الاوغندي وفيتا كلوب الكونغولي. طيب احنا كده لو احنا اتكلمنا احنا امام اكتر من سيناريو، يعني تعالى كريم نروح برضو للسيناريوهات الممكن ان هي تتم. يعني لو قلنا ان احنا مثلا في مجموعه سان داونز على سبيل المثال مثلا وشبيبه القبائل او الهلال السوداني والقطن مثلا الكاميروني، هتلاقي انت من تصنيف الرابع اكيد هتكون برضو مجموعه اعتقد بوقتها قويه جدا. طبعا. طيب في او لو كمان معانا الزمالك زي ما كنت بتتكلم في التصنيف الثاني وشبيبه القبائل او الهلال او حتى شباب بلوزداد، هتلاقي في التصنيف الثالث والقطن كمان من التصنيف الرابع، فبرضو اعتقد ان هي هتكون مجموعه قويه جدا. يعني conclusion البطولة كلها conclusion قوية الحقيقة. هي بطولة قوية طبعا. والبطل فيها بيكون صاحب طبعا بنقول هنا في البطولة دي تحديدا النفس الطويل، يعني نفسه أطول هو اللي بيكون صاحب اللقب، وأكيد كمان هيكون لينا استعداد خاص مع أو من اللاعبين والجهاز الفني. عايزين نشوف كرة حلوة في الأول في الآخر، لأن أنت خارج برضو من مونديال العالم، ومونديال العالم بيخليك تقارن، تيجي تشوف كده غصب عنك على فكرة مهما كان تيجي تقعد تقارن تقول شوف الكورة هنا، شوف هنا الكورة، شوف التمريرات، شوف اللعيبة، شوف الأداء، شوف الخططية، شوف التبديلات. الصح تحس بقى في الحالة دي يعني إيه؟ إيه بقى الصح في الحالة دي؟ ما نقارنش طبعاً. لو قارنتي هتتضايقي وهتزعلي وحاجات كده. ما هي المقارنه اوقات بتبقى كريم بصيغه حلوه او ايجابيه، انا بقارن ممكن عشان حابب ان انا اوصل لهذا المستوى، مش بقارن عشان اقلل من شاني. ما ده المفروض يعني لو هنتكلم بقى جد فعلا صح، يبقى نقارن عشان نشوف احنا ناقصنا ايه عشان نبقى كده. فنبقى كده بالبساطه دي يعني. انا بتفق معاك، لكن برضو اللوم ليس فقط على اللعيبه ابدا، اللاعبين مش هم اللوم عليهم، هم اللي هتكلم عن الاداره الفنيه. هي منظومه كامله زي ما احنا اتكلمنا، تطوير منظومه كره القدم المصريه بما تحمله من يعني فئات مختلفه وكيانات مختلفه، هي دي اللي لازم الواحد يشتغل عليها. اتكلمنا برضو قلنا مفروض ان المسؤولين في هذا الملف او عن هذا الملف احدثوا تغييرات كثيره جدا، وكان في استقطاب لبعض العناصر الاجنبيه علشان تيجي وتحدث تغيير في الكره المصريه، لكن هنشوف ده لما يبقى في منتخب ولما المنتخب يؤدي حاجه على الارض. وبالتالي طبعا المنتخب او يعني ده انعكاس للانديه المحليه، ما هو المنتخب من الانديه المحليه، فلو الانديه المحليه عندك في طفره حصلت خصوصا الموسم ده في الدوري بعد كل الصفقات اللي احنا برضو اتكلمنا عنها، ربما ده يدي انعكاس جيد مع المنتخب. هل ده هيحصل او لا؟ ده اللي هيبان، لان ما نقدرش نقول بتهيألي من دلوقتي ابدا، ولا نقدر ان احنا نقول حتى في مستوى افضل هذا الموسم في الدوري، لسه ما شفناش قوي يا كريم. يبقى بالتالي لا نملك غير ان احنا ننتظر ونشوف يا ترى دي هتؤتي ثمار ولا لا، يا ترى هيبقى لها انعكاسات ايجابيه هنلحظها كلنا الفتره اللي جايه ولا لا، لان احنا الحقيقه نستحق احسن بكتير من كده واكتر بكتير من كده. احنا كميه الناس على فكره مصريين وعرب اللي قالوا يعني بصيغ مختلفه، خساره كبيره ان مصر مش بتشارك النسخه دي من كاس العالم، واحنا على فكره شفنا شويه ارهاصات كده في الفتره الاخيره تؤكد لنا ان احنا لو كنا شاركنا والله كان هيبقى لنا قول. بس يلا كل كريم انت بتلعب احسن من منتخبات كتيره جدا شاركت، يعني في منتخبات شاركت مش عايزه حتى اقول اسماء، مش بتكلم على منتخبات عربيه، بتكلم في العالم في العموم، في منتخبات شاركت بجد لا تفقه شيء عن كره القدم اصلا، مش لعبتها، مش تاريخها، يعني قارنت تاريخك مع تاريخ هذه الدول، لا هم عندهم طفره في رياضات اخرى، وبالتالي انت كان احق ليك ان انت تشارك. لكن هنرجع نقول خلاص الملف ده يعني مش عايزين نقعد نتكلم في حاجه سابقه، خلينا نبص لقدام. بس بجد لازم يكون في محاسبه قويه بعد كده يا كريم، لو المنتخب المصري ما اصبحش على المستوى المرجو اللي يليق بينا مع كل الاسماء المحترفه، مع كل الاسماء المحليه الكويسه اللي موجوده عندنا، مع اداره فنيه اعتقد المفروض ان هو ما يتمش الاستخصار في ان انت تستقطب مدير فني، هنقول اجنبي لان لسه بدري على فكره المحلي دلوقتي. خلينا نبقى صراحه، يعني ان انا اجيب مدير فني محلي زي وليد الركراكي على سبيل المثال ويعمل لي طفره مع المنتخب بتاعي حتى لو كان جاي قبلها بثلاث شهور، ما اعتقدش ان دي متاحه حاليا، كانت موجوده اكيد طبعا قبل كده بس لم تقرر، او يعني زي ما بتقال يا كريم
ما قررتش وما حصلتش وما فيش الثقه اللي انت تخليها حتى تتكرر مره ثانيه. فلو احنا بنتكلم ان احنا هنجيب مدير فني اجنبي وقد كان، نتمنى ان ده يترجم على الارض بقى بنتائج، مش بس فكره ان انا عملت كل ده وفي الاخر ما فيش اي مشاركه في المونديال مثلا. طبعا لازم يعني كل انا بقى عملت ايه، كل المتطلبات يتم توفيرها، كل العقبات يتم تذليلها، لان كده كل المعوقات يتم التخلص منها، عشان بعد كده لما يبقى في وقت للحساب، وطبعا لازم يكون في وقت للحساب كده والمحاسبه، نبقى بنحاسب على بينه، ما يبقاش في اي شماعات قابله لان احنا نعلي عليها اخطاء معينه عطلتنا عن الوصول للحلم المرجو او الهدف المرجو. لان احنا بقالنا فتره مش قليله الحقيقه في ناس كانت بتتعلى وهي بتتفرج على اللي بيحصل بامانه ربنا، يعني كده كتير والله يا في احباط. هنقول ان شاء الله اللي جاي خير باذن الرحمن، ونامل خير باذن الله.